Мархабан. Готую смажену картоплю. Так ли умный бататы? Газотабок алюкрани мачгур джидден. Буде огірочки. Васана кулюль бататы з мааль хияр аль мухалляль біль кетчуп. І помідори. Ва томати мухалляль мін газігі зуджаджа. Ва адафна сум. كما فهمتم نحب النباتات للغاية انظروا إلى هذه النبتة إنها تسمى بنبتة عيد الميلاد وقد بدأت تزهر ما شاء الله أحضر لي أحد زملائي من مصر هدية على وهي معمول أنا سعيدة جداً معمول و تامر نقطة ضعفي. الآن نقلي فطائر مع الكرون والبصل. Де Маша? Не хочеться. Мене та руки трусяться. Маша, цього дурака треба зробити. Унзуру, кем гія джаміля, валязіза джиддан. الآن نشرب الشاي مع كعكة. تسمى هذه الكعكة بأربعة فصول السنة. انظروا هنا طبقات مختلفة. ما شاء الله. انظروا. حصلت أمي على هذا الطرد المليء بالهدايا لأمي بمناسبة عيد ميلادها. نواصل الاحتفال لنرى ماذا يوجد هناك. الشيء ممتع. لنرى انتبهي لنفسك. شوف ما شاء الله زجاجة المشروب. ربما تمام شغلة ولا هذا مايوه. هذا مايوه يعني ملابس السباحة. ما شاء الله. هذه الهدايا اها يعني المايوه جديد. هذه الهدايا من عندي صديقة أمي. ما هذا؟ شو تمام؟ بودرافكا це для блюд. Ну, приправка. А, يعني توابل للأطباق. Джус. Що це, сок? Я не знаю, що це поріж. Джус? Ні. А, сир, джубен. Це джубен, маша Аллах. Як фета, як фета. Які скульки, щоб, мабуть, не побрилася. А, це вони, мабуть. Оце цей свиної жир. Я-ля-ль-гар. Це свиної жир. Шахмуль хензір, я-ля-ль-гар. Це такий він, це жир. Мухи. Дуген. Дуген. Альхензір. Маза Айлан. Так приємно. Так приємно отримувати посилки. Саїд. Маза Айлан. Тушонка. Хензір. А, я
طبقات الخنزير. زيت عبادي الشاش يا دوماش. يعني صناعة محلية. صرصة دوماشي. بطاقة تهنئة. ده просто открытка с номером рольки. جميل جدا. Ну, в принципе, это на посадку картопля. هناك بطاطس لزراعة بها، يعني نوع مختلف. وتكي سرطة دوهي. سنزرع سنغرس هذا البطاطس في فصل الربيع بعد الشتاء. هو هذا الطرد. أمي سعيدة ومسرورة. خرجنا أنا وأمي إلى المحل التجاري، واليوم هو اليوم الثاني من شهر ديسمبر، كانون الأول، ويتساقط أول ثلج، نحن سعداء للغاية. ما شاء الله، كل شيء أبيض. هنا كانت قطة، ماذا سأكتب؟ ما؟ ريا. ما شاء الله، يمكن أن ننحت رجل الثلج. قد زينوا المحل التجاري فورا، وانظروا هنا يمكن أن نرى نضف الثلج وأضواء أعياد شتوية. ما شاء الله.